بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى، أرحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقاتنا المتواصلة ضمن فعاليات وانطلاقة المحلية الرابع بيومه الثاني لسن الصغار سن الحقائق على أرضية ميدان الشحانية. نتابع هذه المنافسة بهذا اليوم المتميز التي شاهدنا به 10 أشواط لسيارات عينة، والآن نبدأ مع تحديات الأشواط النقدية القيمة. نتابع انطلاقة الشوط 13 لفئة الحقائق بكار، ينطلق من مسافة 3 كيلومترات. نتابع البداية ونتابع المقدمة مع سحابة لفهد بن راشد بن فهد بن سالم مع أول المراكز يتواجد في صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تتواجد الجازي لجابر بن مسلم بن عبد الله النابت المري، يحتل المرتبة الثانية، بينما بدأت تتسلل إلى صدارة هذا الشوط. المركز الثالث أتابع الأسماء القادمة بهذا التحدي وبهذا الانطلاق الجذابة، محمد بن حمد بن عبد الهادي القفراني المري يتواجد مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع هذا التواجد مع نهب لقوير بن فريج بن فرج الفريج المري يتواجد مع المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا مستمعينا الافاضل نتابع نود لحمد بن راشد بن علي بن جهيم المري، ولكن من غيرت بهذا الانطلاق وبهذا التحدي تتواجد نوايد سالم بن محمد بن ناصر بن لخن المري يتواجد مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الاولى المنطلقه في مسار وتحديات هذا الشوط. أول نداء أتممته على مسامعكم بالوفاء والتمام. نعود مباشرة مع البداية مع أول المراكز، أول المنطلقين الجازي لجابر بن مسلم بن عبد الله النابت المري ومحمد بن جابر بن جوير المري، متابعا لهذا الانطلاق مع الجازي المتواجدة مع أول المراكز مندفعة في صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع سحابة لفهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب المري، يتابع هذا المركز مع المركز الثاني، أتابع المركز الثالث. مشاهدي الكرام، الله 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 الله، وصلت بهذه اللحظات نهب غويرب بن فريج بن فرج الفريج المري، غادما غويرب بانطلاقته وتحديات نهب التي بدأت تنهب المراكز بهذا الانطلاق وبهذا التحدي، بدأت تتسلل مباشرة إلى البداية وإلى صدارة هذا الشوط بانطلاقة وبتواجد نهب على البداية وعلى التحدي. غويرب بن فريج بن فرج فريج المري يتواجد في صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع بهذه اللحظات سحابة لفهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب مع المركز الثاني. المركز الثالث، الله الله الله، غادي مود بشعار راشد بن علي بن راشد بن كخان النابت مع المركز الثالث، ورابعا هنا غادمة فزعة لراجح بن حنظل بن علي بن حنظل ألف هيدة المري، وقادمة بهذه اللحظات هتان لسعيد بن بطي السعبي، قادمة غادي بهذا الانطلاق. الله الله الله، بدت المنافسة وبدت المعركة من أجل الانتصار ومن أجل ناموس. نعود مع البداية وصدارة الشوط، البداية مع أول المنطلقين أول المتواجدين، هنا هتان هتان وسعيد بن بطي الزعبي يتواجد مع هتان على بداية هذا الشوط، ينطلق مع البداية هو مع التحديات الأولى بانطلاقة هتان المغامر، يقدم لنا هتان، ولكن عادت بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل، عادت بهذا الانطلاق. الله الله الله، عادت ود لراشد بن علي بن راشد بن كخان النابت مع انطلاقة ود وهتان، هتان ود، واللحظات الأخيرة والخطيرة، ود وهتان، هتان وود، هتان وود، ود وهتان، ود وهتان، ولكن ود حسبتها باللحظات الأخيرة. تهانينا وألف مبروك لراشد بن علي بن راشد بن كخان النابت على فوز ود وتحقيقه للإنجاز المركز الثاني. هتان لسعيد بن بطي الزعبي المركز الثالث. المركز الثالث سحابة للسيد فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب المركز الرابع. الرابع المشاهد الكرام، المركز الرابع فزعة لراجح بن حنظل بن علي بن حنظل الفهيد المري. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت نهب لغوير بن فرج بن فرج الفريج المري مع المركز الخامس.
إذن مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، هاي المنافسة وتحديات هذا الشوط بانطلاقتها التان وود، منافسة شيقة حتى اللحظات الأخيرة، فحسبت الأمور ود لصالحها وصالح هذا الشعار، وجاءت بتوقيت زمني قدره من مسافة 3 كيلومترات 4 دقائق 22 ثانية. بالوفاء والتمام تهاني وناموس لراشد بن علي بن راشد بن كخان النابت المري. المركز الثاني جاءت هتان بتوقيت زمني وقدره 4 دقائق 22 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهاني وناموس لسعيد بن بطي بن محمد الحسن المري على فوز هتان في المركز الثاني. المركز الثالث جاءت في المركز الثالث جاءت سحابة بتوقيت زمني وقدرها 4 دقائق 26 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لفهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب على فوز سحابة في المركز الثالث. تهانينا والناموس.